ومن صفاته الذاتية اليدان، وقد جاء إثباتهما في كلام الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه، وكقوله تعالى: لما خلقت بيدي، قال لإبليس: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، يعني آدم عليه السلام، لما خلقت بيدي. وفي الحديث: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة في إثبات اليدين، اليد لله عز وجل على معناهما المعروف في اللغة، فهما يدان حقيقيتان لا الله وما أبلغه مأمنه يدي المخلوقين، بل هما يدان تليقان بجلال الله وعظمته لا يعلم كيفيتهما إلا الله جل وعلا. فنحن نثبتهما على معناهما الحقيقي وننفي عنهما التمثيل والتشبيه، فلا يشبهان يد المخلوق. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة تمشيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. شأنهم في ذلك، شأنهم في بقية الأسماء والصفات لله عز وجل.